عصرتم وعايشتم في الاتحاد البيضاوي منذ الستينات الى اليوم. الان راكم نائب الرئيس وكنتم من وراء تحقيق واحد المجموعه من الانجازات، منها الصعود ومنها كاس العرش. على مستوى التاريخ هل يمكن ان نتكلم يعني قليلا عن الاتحاد البيضاوي تاسيسه والنصر؟ شكرا على هذه المناسبه اللي سمحتوا لي تحتوا لي باش ندلي بعض المسائل تتعلق بفريق الاتحاد البيضاوي. انا ابن الحي المحمدي، ومنذ سنه 1966 كان انا ذاك عمري 10 سنوات وانا اتابع تدريب ديال فريق الاتحاد البيضاوي في عهد المرحوم عربي الزاوي. وكانت عده اجيال، الجيل اللي كان في المستوى الكبير هو جيل الستينات، حيث كانت اكابر اللاعبين مثل المرحوم محمد بوسا ونمير والحارس خليفه والبزار وهيلول وفاتح، واحد العدد كبير من اللاعبين اللي كانوا في المستوى الكبير. وكان فريق الاتحاد البيضاوي يلقب بريال مدريد ديال المغرب، لانه كان يلبس اللباس الابيض. ولهذا الجيل الثاني وهو السبعينات، اللي كان الحارس مازي، كان كريمو اللاعب المهاجم الايمن، وعبد الخالق، ويمان المدافع الايسر، وكذلك قاسمي، والغزيويني الغزواني الصغير، غزيويني مدافع اوسط. وكانت النتائج دائما طيبه، لا في الستينات ولا في السبعينات، بحيث كان حتى ان عدد من الفرق كانت تطلب من الاتحاد البيضاوي النجده. هذا يعني الكل تيشهد بهذا الوقت. لكن كان في ابتداء موسم 76 77 كانت مؤامره كبيره جدا ضد فريق الاتحاد البيضاوي من طرف واحد العدد، منهم من قضاء انحباه ومنهم من ينتظر 76 77، وتم انزال فريق الاتحاد البيضاوي سنه موسم 77 78. وبعد ذلك في 85 كان الطاهر عبد الله رحمه ضعف من جميع النواحي، و خدا لا غوليف، خدا تكمله المشوار السي عبد الرزاق في الهلال، وعاد فريق الاتحاد البيضاوي عام 90 وبقى موسمين 90-92، وتم انزال فريق نزول فريق الاتحاد البيضاوي لان مشاكل سياسيه، وكانت مشاكل سياسيه، وتم انتقام اقول من عبد الرزاق في الهلال، وتم انزال فريق الاتحاد البيضاوي الى يومنا هذا. اذا في هذيك الفتره كان توظيف السياسه من اجل تمام هذا هو السبب لاش تم انزال فريق الاتحاد البيضاوي سنه 92. وكنا كنت تنتبع باستمرار هذا ما يقع لفريق الاتحاد البيضاوي ومشوار فريق الاتحاد البيضاوي. في التسعينات تنظن كان الاتحاد البيضاوي دائما على يعني يحاول الصعود الى القسم الوطني الاول ولكن دون جدوى. وفي سنه تنظن في بدايه الالفين في ليزاني دون ميلان في سنه 2000 نزل الى القسم الوطني الهواد. وتنظن في 2005 عاد الى القسم الوطني الثاني، نزل الى القسم الهواد. فتنظن في 2013 نزل الى القسم الوطني، وكان غيصعد للقسم الوطني الاول في سنه 2013، تنظم موسم 2013. لكن دائما كان الاتحاد البيضاوي يحارب
والموسم اللي من بعده مثل في 2012 كان غادي كان يصعد، والموسم الموالي نزل القسم الهوات. بعد الهوات قبل 3 سنوات خدينا المسؤولية أنا والسي المنفلوطي وتلك من الإخوان، وتمكننا من إرجاع فريق الاتحاد البيضاوي إلى القسم الوطني الثاني. وفي موسم 2018-19 كان إنجاز حقنا إنجازا عظيما وكبيرا، بحيث فزنا بكأس العرش النهاية التي ترأسها سمو الأمير مولاي الشهيد يوجد، وكان انتصارا كبيرا بحيث فزنا بفاز فريق الاتحاد البيضاوي بكأس العرش. وسكان الحي المحمدي نظرا لاهتمامهم بالرياضة وبحبهم الكبير لفريق الاتحاد البيضاوي خرجوا عن بكرة أبيهم الحي المحمدي. أعتقد شخصيا أستاذي الكريم بأنه النهاية ديال كأس العرش كانت في 18 نوفمبر 2019، وكان عيد وطني هذاك، عيد وطني الاستقلال. إذا حيازة كأس العرش تزامنت مع الاحتفالات بعيد الاستقلال اللي الحي المحمدي ساهم فيه. تمام. فالاتحاد البيضاوي بطبيعة الحال هو فريق النضال، وكان المرحوم الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي بهذه المناسبة نطرح له عليه لأنه من مؤسسي فريق الاتحاد البيضاوي، وكان فريق الكاريان سنترال، كان المرحوم المغفور له محمد الخميس تيعتبر سلطة الحماية بأنه مالك الكاريان سنترال. ولهذا فهذه المناسبة الكبيرة اللي فزنا بها الفريق بكأس العرش تتناسب كما قلتم بعيد الاستقلال. عيد الاستقلال غير الإنجاز ديال كأس العرش يقودنا إلى الإنجاز ديال المنافسات الإفريقية. تمام. الاتحاد البيضاوي ما زال في المنافسة وحقق إنجازات، يعني تعليقكم على هذه الإنجازات اللي حققها الاتحاد البيضاوي خلال هذه المدة وهو يلعب دور المجموعات. فعلا، ففريق الاتحاد البيضاوي كما فعل الجميع أنه تأهل التأهل الأول والتأهل الثاني، والآن غيدخل المجموعات. فهذا تيشرف الرياضة المغربية وتشرف المغرب، وإحنا مقبلين على المجموعات وأن أمالنا كبير إن شاء الله باش نزيد في الانتصارات وفي تحقيق إنجازات أخرى إن شاء الله. غير أستاذي الكريم، يعني قبل تكلمنا عن التوطين السياسي يعني بالرياضة، الآن حاليا الاتحاد البيضاوي يعاني من غياب ملعب بالمواصفات ديال الفريق هو ملعب العربي الزاوي، يعني في وسط الامور مع لا فيما يتعلق بالملعب منذ ثلاث مقابلات بملعب العربي الزاوي تم تسويه المساله. فريق الاتحاد البيضاوي استقبل الملعب العربي الزاوي مركب العربي الزاوي. الان الاتحاد البيضاوي تتوفر فيه المواصفات ديال الفريق احترافي، مدرب اجنبي، انجازات، مكتب مسير المستوى. غير بالنسبه للافاق استاذي الكريم، اش هي الرهانات ديالكم؟ الموسم الماضي كانت مداخيل مهمه لفريق الاتحاد البيضاوي، هذا سيسهل وسيساعد الفريق في المستقبل على القيام بواجبه وفي الظهور في المستوى على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الافريقي. ولهذا الحمد لله في امان الله وحده. هذه السنه الرهان الاكبر هو الصعود القسم الاول او الاتحاد الافريقي؟ يعني كاس يعني كانتما كتساوي الى الفوز بالاتحاد الافريقي او الصعود للقسم الاول، ما هي يعني اكبر الرهانات؟ في جميع المسؤوليات حنا تنعملوا باش يصعد الفريق الوطني الفريق
الى القسم الوطني الاول، وفي نفس الوقت المباريات ديال الاتحاد الافريقي نامل بان نشرف المغرب والرياضه المغربيه. نشرف يعني نعمل ما امكن باش نشرفوا الرياضه المغربيه. اكيد. والاستاذ الكريم، انتم كان عندكم مسار نضالي كبير وحافي، ان شاء الله باذن الله سينتهي هذا المسار بحيازتكم الدكتوره ان شاء الله قريبا وبنجاح الاتحاد البيضاوي. يعني الابتسامات ديالكم على هذا الانجازين اللي حققهم الاستاذ الكريم. فعلا انا تنهيئ الدكتوره في اعلان بالاعلان فعلا انا تنهيئ الدكتوره في القانون الدولي قسم العلاقات الدوليه قسم فرنسي بكليه الحقوق استطعت، وانا ان شاء الله في قريب سيعين اليوم تقديم العمل الاكاديمي، وهذا هذا شرف لي، شرف كبير لي باش نحقق هذا المبتغى ان شاء الله اللي سيشرفني ويشرف الهيئة المحامية بالدار البيضاء، وكذلك يشرف فريق اتحاد البيضاء وابناء الحي المحمد. ابناء الحي المحمد، لان انا ابن الحي المحمد، وان شاء الله ساخبركم بتاريخ بموعد هذا لاسوتنونس موعد تقديم العمل الاكاديمي ان شاء الله، وسادعوكم ان شاء الله للحضور. مرحبا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.